اهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجنا استاذ في الطب. احنا النهارده موضوع حلقتنا عن الدهون الثلاثيه والكوليسترول. هنعرف كل حاجه لوحدها وباستفاضه وعلى حده مع دكتور مشرفنا في الاستوديو، دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطنه والقلب، عضو الجمعيه العربيه للسكر وعضو الجمعيه المصريه لضغط الدم. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك، نورتنا ومنور استوديو قناه الصحه والجمال. اهلا محترم بحضرتك. اهلا بحضرتك. في بدايتنا كده، في بدايه الحلقه، عايزين نتكلم عن ايه هي الدهون، تمام، وعلاقه الدهون بالكوليسترول وانواع الدهون. تمام. هو حضرتك الدهون يعني موجوده في جسم الانسان ولها انواع كتيره جدا. الدهون دي ممكن تكون موجوده في العضلات والسبب السمنه، وبعض الاحيان السمنه مفرطه بتبقى مرضيه، موجوده على الكبد بتترسب على الكبد، موجوده في الشرايين بتاعتنا كلها بتاع الجسم. وطبعا دي مكمن الخطوره هنا، اللي هي دهون الدم، اللي هي الاكثر خطوره والاكثر شهره، بقت منتشره حاليا، وهي السبب الرئيسي في الجلطات والسكتات القلبيه او السكتات الدماغيه. فاصبح الدهون دلوقتي يعتبر مرض العصر، وللاسف ملوش اي اعراض. هو بيبقى فجأة كده يا دكتور، يعني ما بيعرفش ان هو عنده، ما بيعرفش ان الفجأة مثلا المضاعفات بتاعته، السكتة الدماغية، السكتة القلبية، ولكن ملوش اعراض واضحة قوي. يعني عادة يعني بنكتشف هذه الدهون من خلال ان المريض بيزورنا في عيادتنا بحاجة تانية خالص، ونعمل له تحليل الدهون، نفاجئ ان تحليل الدهون عالية جدا. طبيعة هذا المرض زي طبيعة معظم الامراض اللي منتشرة في العصر الحالي. يعني عندنا معظم الامراض ليس لها اي اعراض، زي ضغط الدم القاتل الصامت، السكر في بعض الاحيان برضو بنكتشف. يعني انا افتكر اخر حاله جات لي شاب صغير ما كملش 13 14 سنه، وجا داخل جاي في غيبوبه السكر، كشف كتير هنا وهنا وهنا، محدش شخص انه عنده سكر. مش متوقعين ان السكر ممكن يصيب هذا السن في العامة، انما بالعكس الاطفال دلوقتي فيهم سكر، ولكن اكتشاف الامراض دي اصبح يعني بيبقى بالصدفه. يعني مش شرط السن يا دكتور. لا لا خالص، بالمره. حتى الدهون دلوقتي بنقول نعملها للناس الصغيرين اللي هم تحت مثلا من ال 20 سنه، فتره معينه فوق ال 45 مثلا ل 60 بنعمله كل سنه، لازم يفحص روتين ومانداتوري اجباري ان يفحصوا. تحت ال 45 مثلا ننزل ل 20 بيفحصوا كل 5 سنين. فاصبح معظم الامراض، فيروسات الكبد صامته، السكر، الضغط، كوليسترول، الاورام الخبيثه اللي انتشرت، خبيثه علشان ما لهاش اعراض في معظم الاحيان طبعا، او في كل الاحيان. تمام. طيب دكتور، احنا عايزين نعرف علاقه الدهون الثلاثيه بالكوليسترول. تمام. هو حضرتك يعني نقدر نقول ان احنا عندنا الدهون الدم انواع كتيره جدا. منها الكوليسترول، ده اللي هو يعني بينقسم لكذا حاجه. في كوليسترول منخفض الكثافه وده عدو للانسان، وفي كوليسترول مرتفع الكثافه وده صديق للانسان وصحي وبيحافظ على صحه الشرايين من انقباضها وانبساطها وعدم ترسب الدهون الضاره. في الدهون الثلاثيه حضرتك دي بقى يعني تكاد تكون منتشره في معظم الناس، وموجوده طبعا في منها في مصدر نباتي ومصدر حيواني. المصدر الحيواني هو مكمن الخطر، وده اللي بيترسب على جدار الشرايين وبيمكن يعمل فيها انسدادات. وطبعا الدهون الثلاثيه بنشوفها يعني في بعض الحاجات كده، هو اللي هم الناس اللي هم مثلا عندهم التهابات جامده في البنكرياس في بعض الاحيان. يعني لو دخلنا في اسبابها بقى عامه، بتؤدي لتصلب الشرايين برضه يا دكتور. طبعا بتعمل تصلب جامد في الشرايين، وبتعمل تقريبا برضه بتاثر على العين عامه، ودي موجوده في الحاجات المقليه وعلى الدماغ برضه. طبعا ما بتدخل بقى مع الكوليسترول الاثنين مع بعض، دول بيكونوا الجلطات. فعاده يعني دول لما بيتصلبوا على الشرايين بيسبب ضيق في الشرايين، ومع الوقت بيسبب غلق لهذه الشرايين وبيسبب هذه الجلطات عاده. يعني الدهون الثلاثيه طبعا يعني اكتر حاجه موجوده فيها اللي هي الحاجات المقليات وكده، والدهون الحيوانيه دول اكتر. طيب دكتور، احنا عايزين نتكلم عن الدهون والكبد، دهون الكبد. طبعا بنلاقي نسبه كبيره جدا من مرضى السكر بالذات 60% اللي بياخدوا انسولين موجود عندهم دهون على الكبد. بنشوفها ازاي؟ بنشوفها بالموجات الصوتيه، بيبقى الكبد كده برايت فاتح شويه، تمام. بنشوفها من خلال انزيمات الكبد بتعليها شويه، ممكن ناخد بايوبسي اللي هو عينه من الكبد. طبعا اصبح دلوقتي دهون الكبد بينقسم لنوعين، واحد بياخد كحوليات كتير جدا، وواحد ما بياخدش كحوليات. اللي ما بياخدش كحوليات ده اللي هو اللايف ستايل بتاعه وحش، اسلوب الحياه وحش، ما بيمارسش الرياضه، مش السكر بتاعه مش منتظم، متمكن منه، الاكل بتاعه صعب، بيدخن، كل الحاجات دهيت. وفي بقى نوع اللي هو بيشرب الكحوليات، ده برضو بيترسب عندهم دهون على الكبد. طبعا مشكله الدهون على الكبد ان ممكن 1% منهم يصل لمرحله تليف الكبد وسرطانات. يعني اصبح دلوقتي برضو من الامراض المنتشره والشائعه جدا، وان احنا لازم نشوفها على جهاز السونار ونتاكد بالفحوصات المعمليه على اساس نبدا في علاجها، لان لها علاج ومتوفر برضو. يعني علاجها برضو موجود وبنعالجها، يعني زي ما بنعالج الفيروسات والحاجات ده، بس الفيروسات طبعا لها علاج تاني ودي لها علاج، بس الاثنين ممكن يؤدوا الى تليف.
تليف، تليف الكبد. الدهون البسيطه اللي بتترس تبع الكبد، يعني الخمور والتدخين والحاجات دي بتسبب لل والاكل غير صحي والسدنشن رايف اللي هي الكسل والحياه المرفهه والواحد قاعد ما بيتحركش. يعني احنا عندنا دايما بننصح الناس انه يمشي كل يوم نص ساعه بس ما يكونش معده ممتلئه طبعا وفي الهواء الطلق، لان احنا عندنا مثلا في بعض الرياضيين بيهتموا بالكتله العضليه، يبقى قاعد في الجيم وعمال ينزل في الدهون وعضلات، ما ينفعش طبعا. الصح ان انا بيبقى هواء طلق بدون احمال واتمشى نص ساعه، ما يكونش واكل، ما يكونش واكل قبل، عاده يعني ايه، مش يعني الافضل ياكل بعد المشي مش قبل المشي. بالظبط كده حضرتك. بالظبط. طيب دكتور، عايزين نتكلم عن متلازمه الايض. ايوه، دي حضرتك اصبحت دلوقتي المتلازمه دي منتشره جدا، تقريبا بتصيب ثلث السكان من 20-30%، وخاصة في الدول الغربية اللي هي المتحضرة اللي هي منتشرة فيها بسبب الأكل والشرب بتاعهم التيك أوي والدليفري. فمتلازمات الأيض دي حضرتك عبارة عن مجموعة من الأمراض مجتمعة مع بعضيها، هي الدهون الثلاثية اللي هي الأساس تمام، والسكر والضغط. عشان أشخصها بشوف محيط الخصر اللي هو بيكون أكتر من 30، اسمه البودي ماس، ده بيكون اكتر من 30 بلس بقى زائد. عاملين ايه هم بقى؟ 2 من اللي هرمونهم دول كلهم، ده يشخص حاجه اسمها متلازمه الايض، اللي هو ارتفاع سكر الدم، ارتفاع الدهون الثلاثيه تمام، ارتفاع ضغط الدم، لو اجتمعوا 2 من الثلاثه ده هم، وفي بعض الحاجات الثانيه بيشخصوا متلازمه الايض. متلازمه الايض خطورتها في ايه؟ الانسان لما وزنه بيزيد وعنده سكر وضغط والحاجات دي كلها، الانسولين ما يشتغلش كويس، الخلايا الدهنيه بتغطي على الانسولين، فبالتالي بيبقى عندنا حاجه اسمها مقاومه الانسولين. تمام. اصبحت تخلي الانسولين والكبد ما بيقومش بوظايفه، فبيحصل بالظبط بترصب عليه برضو دهون اكتر من اللازم. فعاده هو الكبد عاده هو المخزن، يعني الدهون الثلاثيه ديت بتمتص من الامعاء تمام، وتخزن في الكبد. ولكن في بعض الاحيان الدهون لو زادت عن حدها الطبيعي والكوليسترول بالذات والحاجات دي بتاثر طبعا سلبا على وظائف الكبد وبتعليها. فهو عامه متلازمه الايض هي اصبحت دلوقتي مكمن خطر جدا، ولازم يعني نعمل سكريننج تيست. ويعني ايه هم الناس مثلا اللي ممكن اعمل لهم تشيك اب روتين؟ الناس اللي هم عندهم مثلا ضغط، سكر، عامل خطوره سكتات قلبيه، خاصه فوق ال 50 سنه. في ناس بتظهر عندهم حاجه كده بقع على الجلد، زنسوماتا تمام، او زنسوما على الجلد، وبتظهر حاجه في العين برضو، ده بتدل على ان الناس دول معرضين ان يكون عندهم الدهون الثلاثيه عاليه جدا. هي ايه اللي بيظهر في العين يا دكتور؟ حاجه في الريتنا كده، حاجه يعني تعرضت حاجه بيضة يعني ولا يعني بتاع العيون بيعرفوها، يعني تبقى حاجه معينه كده بيشوفوها هم عندهم بالاوتوسكوب او كده، بيعرفوا ان الانسان ده ممكن يكون عنده. قصدي حضرتك الحاجات الاكياس الدهنيه اللي بتطلع هنا ولا حاجه جوه العين؟ حاجه جوه عاده يعني. لان هي طبعا الدهون عندنا بيبقى لها في دهون اوليه ودهون ثانويه. الدهون الاوليه ديت اللي هي ارتفاع دهون الدم بصفه عامه، اسبابها ايه؟ اسبابها النواحي الوراثيه، بيبقى خلل وراثي. الدهون الثانويه يعني بيبقى انسان عادي خالص وفجاه بعد 20-40-50 سنه تمام، او فوق ال 40-60 ليه الدهون عنده ارتفعت؟ ايه الاسباب؟ بتبقى اسباب ثانويه، ولازم تستدعي الفحص الدقيق وان الطبيب يقف على اسبابها، لان لها اسباب ممكن تتعالج، مش اروح كاتب روجيتا وخلاص واقول عندي دهون، لا، لازم اعمل له بقى فحص شامل، منها فحوصات معمليه معظمها او اشعاعيه. طيب ايه اسباب ارتفاع الدهون الثانوي اللي هو في السن الكبير؟ الانسان بيبقى عنده ضغط، عنده سكر، التهابات، بياخد ادويه زي ادويه مثلا الكورتيزون اللي بيزود الوزن، بالظبط، ادويه منع الحمل، مضرات البول، كل الحاجات دي كل الحاجات دي ممكن تعلي الدهون بتاع الدم. في بعض الحالات المرضيه زي خمول الغده الدرقيه، نفس الكلام ده بيعلي دهون الدم، متلازمه الايض اللي قلنا عليها نفس الكلام تعلي دهون الدم. فالاسباب دي كلها ممكن نعالجها وبالانسان يمكن يشفى تمام من الدهون. تعالج ازاي بقى يا دكتور؟ تمام حضرتك، طبعا احنا اول حاجه بنقول في معظم الامراض الدهنيه، لان هي بتعتمد على اللايف ستايل، اسلوب الحياه، اسلوب المعيشه، اللي هو الانسان يتمشى كل يوم نص ساعه، اللي يهتم باكل الخضروات والفاكهه اللي هي فيها الالياف الفايبر، يبعد عن الدهون الحاجات اللي فيها الدسم او التيك اوي، اللي هو المقليات ممنوعه، اللحوم بنفضلها طبعا تبقى ايه، مسلوقه مثلا او مشويه تمام. اللحوم بقى الدسمه بتشمل بقى طبعا اللحمه البيضاء طبعا، البط، الوز، السجق، الكبد، الكلاوي، كل الحاجات يعني دي. يعني يمتنعوا عن الاكل ده كله يا دكتور؟ طب هياكلوا ايه؟ والله بقى احنا عندنا السمك حلو قوي في ماده الاوميجا 3 بلس تمام، الفراخ ويشيل الجلد منها، دي الحاجات المهمه يعني. اللحمه الحمراء ياكلها بكميات برضو بسيطه، لان اصبح دلوقتي يعني برضو في نقرس فيها وحاجات كده معينه. اكيد فهي يعني في ناس نباتيين خالص حضرتك، لو شفت المجتمع في ناس نباتيين ما بياكلوش لحوم خالص، بيعيشوا نباتيين وصحتهم ممتازه يعني تمام. فهي ده بالنسبه للاكل والشرب بتاعنا. عندنا مثلا صفار البيض برضو
خطر جدا، في نسبه كوليسترول عاليه، المفروض لو ناكل ناكل بس البيض، وخاصه الناس اللي عندهم عوامل خطوره. نيجي مثلا العلاج بقى، طبعا يعني لو علاج دوائي ده حضرتك بقى في حاجات بتخفض دهون الدم، ده حاجات اسمها الفايبريتس، تمام، في الفينوفايبريتس، وفي الاستاتينز، ولها اجيال كتيره جدا. ده عاده قرص بناخده مع العشاء، بناخد في بعض الاحيان اوميجا 3 بلس. وبالنسبه للاسماك طبعا مهمه جدا اللي قلت عليها، التونه والسلمون بالذات دول غنيين بالاوميجا 3 بلس اللي هي بتنزل الدهون الثلاثيه. تمام، فده يعتبر بالنسبه للعلاج يعني. طب دكتور، هي الدهون ممكن تتعالج بالاعشاب؟ والله ممكن. أيوة، عوامل طبيعيه. أيوة يعني غير الاطعمه اللي احنا ممكن ناكلها. الشوفان مثلا، اللوبيا، تمام، التوم، توم حلو قوي، فصين توم على الريق يحمي الانسان من حاجات كتير جدا. يعني في ناس عامه بتعمل كده، ان هي بتاخد فصين توم على الريق وتقول لك ده صحي عشان الكبد وعلشان الدهون وعشان بالظبط. عندنا مثلا الرمان بيقلل حصوات المراره، حصوات المراره بيبقى فيها نسبه كوليسترول عاليه، والكوليسترول بالمناسبه فيه نواحي وراثيه جامده جدا، من 1 الى 500 تقريبا فيها نواحي وراثيه، يعني حتى الحصوات اللي بتتكون في المراره يعني 90% منها وراثه يا دكتور؟ يعني مش يعني مش قوي، 50 و50 يعني مثلا، او واحد، لا 1 الى 500 يعني، في نسبه يعني مثلا من كل مثلا 300 واحد مثلا ممكن تطلع واحد اثنين او 500 يعني، هي بس في نواحي وراثيه ونواحي جينيه طبعا. طب دكتور، عايزين نتكلم عن الكوليسترول. تمام حضرتك. انواعه تمام، واعراضه وطرق علاجه. تمام. الكوليسترول طبعا عندنا ده موضوع كبير جدا مهم، كوليسترول فيه منخفض الكثافه وكوليسترول عالي الكثافه. تمام. المنخفض الكثافه زي ما قلنا هو ده الصديق للانسان. تمام. اسف، منخفض الكثافه ده اللي هو عدو الانسان، اللي عالي الكثافه ده الصديق للانسان. طب ازاي يا دكتور؟ هقول لحضرتك، الكوليسترول اللي هو الضار لما بيترسب في هيئه صفائح بيترسب على جدار الشرايين، وبالتالي بيضايق الشرايين وخاصه مثلا بتاع القلب. بيجي الانسان بس بحصه ضرر يكسر في القلب. طيب الصفائح الدمويه دي اتراك متراكمه لحد ما سدت الشرايين، نتيجه للكوليسترول واكل الدهون يعمل تصلب في الشرايين، وبالتالي ممكن تسوي الجلطه كمان. بالظبط، ما ده اللي انا اتكلم عليه. وبالتالي تلاقي الشرايين انقباضه ومبسطه مش سلس، ولما يسد يصاب بالجلطه. طيب لو واحد جالي في جلطه في القلب وعايز يقيس لي الدهون، هيسال في خلال 48 ساعه. لان الجلطه في القلب بتغير في في في, في مستويات الدهون، ما يبقاش دقيق التحليل. يا اما اعمله بعد 3 اشهر، عشان في بعض الدكاتره وبعض المعامل بتخطئ في الموضوع ده، وبيعدي منهم 90% بيعدي منهم الموضوع ده. لو عيان عنده جلطه في القلب ما عملوش تحليل الدهون يعني عدى 48 ساعه، خلاص ما ينفعش اعمله. لا اما اعمله بعد ايه 3 اشهر، لا اما في خلال 48 ساعه من اصابه الانسان بهذه الجلطه، لا اما بعد 48 ساعه. وبالتالي اطلع نسبه الدهون الكوليسترول الطبيعي. طيب انا عشان احضر العيان لتحليل كوليسترول، مش شرط يكون صايم يعني. في ناس لحد النهارده يقول لك لازم يبقى صايم. لا، الكوليسترول بصفه عامه كتوتال ككلي ما فيهوش صيام ولا حاجه، ما يتاثرش بالاكل، ولكن افرض الكوليسترول طلع على عندي، هنا بقى نقف نقول نحلله صايم. نحلل الكوليسترول ال دي ال والاتش دي ال اللي هو المنخفض وعالي الكثافه، والدهون الثلاثيه. الدهون الثلاثيه لازم يكون صايم 10 ساعات تقريبا، انما الكوليسترول مش شرط ككل، مش شرط ان هو يكون صايم بالمره، لكن الدهون الثلاثيه لازم يبقى صايم. بالظبط كده. فحضرتك اذا الكوليسترول ده يعني بيشكل نسبه خطوره جدا على شرايين الجسم، يؤدي الى السكتات الدماغيه، سكتة القلب. برضو لو اترسب يعني شايف ان هو ممكن يعمل حاجات كتير جدا، هو بيسبب امراض خطيره جدا لو الكوليسترول عالي. بالظبط كده، بالظبط كده. حتى احنا لو انسان عنده التهابات في المكياج حاده، لازم نشوف مستوى الكوليسترول عنده. يعني ده ليه علاقه برضه يا دكتور؟ الناس اللي عندهم التهابات في البنكرياس عاده ضمن الاسباب بقى عندهم دهون عاليه، اللي هي الاسباب الثانويه لارتفاع دهون الدم. ده حتى عندنا مثلا في السيده الحامله، في حاجه عندنا اللي هي الدهون الفسفوريه. وفي السكر المفاجئ اللي هو بيجي لها برضه نتيجه ارتفاع نسبه الدهون. شوفي حضرتك، وهي في فتره الحمل. بالظبط. بالنسبه للسكر وعلاجته بالدهون، السكر من النوع الثاني له علاقه وثيقه جدا بارتفاع دهون الدم. ليه بقى؟ لان احنا عندنا بالنسبه للرجال الدهون عندهم بتترصف فين؟ في منطقه البطن اللي هي بيسموها بالبلدي الكرش. بالظبط. في حين السيدات بتترصف في منطقه الصدر والحوض. تمام. فعندنا اكتر ناس مصابين بالسكر اللي هم عندهم سمنه في البطن اللي هو الكرش. سكر من النوع الثاني اللي هو بيصحبه مقاومه للانسولين. الانسولين في الجسم مش عارف يشتغل. المفتاح مش موجود. الدهون قافله. فالدهون دي من ضمن الاسباب اللي تسبب ارتفاع سكر الدم من النوع الثاني. وبالتالي بقى بتاثر على كل شرايين الجسم وتسبب تجلطات في معظم الاعضاء. اكيد. تمام حضرتك. طيب دكتور، ازاي نتخلص من الكوليسترول؟ والله يا حضرتك، هو الكوليسترول يعني هنتبع بقى العادات السليمه في الاكل والشرب بتاعنا واللايف ستايل. تمام. نمنع التدخين،
نمنع شرب الكحوليات. طب دكتور احنا هنقف عند النقطه دي بس وناخد اتصال ونرجع نكمل كلام. الو استاذ عبد الستار. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذنك بس توطي التلفزيون عشان نقدر نسمعك. بالنسبه للمراه اللي هي يعني زي 59 كيلو يعني طب بالنسبه للحمل ولا ايه الحمل؟ معلش ممكن تعيد تاني الكلام عشان مش سامعينك كويس. زوجتي عندها 59 كيلو يعني مثلا هل هي دهونها مثلا مناسبه ولا زايده؟ طب استاذ عبد الستار بس وطي التلفزيون عشان اقدر اسمعك والدكتور يقدر يسمعك. الو. طيب هو الخط قطع، ممكن ترجع تكلمنا تاني؟ طيب دكتور نتكلم في ازاي نتخلص من الكوليسترول. تمام حضرتك، طبعا زي ما قلنا اللايف ستايل مهم جدا ان احنا نبعد تماما عن العادات السيئه في الاكل والشرب. عندنا حاجه اسمها السموم البيضاء. هم السموم البيضاء اربعه. الملح اللي بيسبب ارتفاع ضغط الدم، والسكر اللي بيسبب مرض السكر، والدهون اللي هي تعتبر مرض العصر اللي هي بيسبب تصلبات وجلطات، تمام، والعيش الابيض اللي هي في ماده اسمها الترانس فات اللي هو الفينو او العيش الابيض اللي احنا عارفينه كلنا. دول الاربعه البيض اصبحوا دلوقتي هم سموم بيضاء. زمان كنا نعرف الهيروين والكوكايين والحاجات دي سموم بيضاء، اصبح دلوقتي في سموم بيضاء طلعت جديده في العصر الحالي وانتشرت في الاكل اللي هي في الاكل بتاعنا اللي هم الاربعه اللي لونهم ابيض اللي قلنا عليهم دول. فعاده احنا عشان ننزل الكوليسترول بتاعنا نتبع اللايف ستايل او الاسلوب السليم في حياتنا، ما ناكلش اكل مثلا اللي هو التيك اواي السريع، الاكليات المقليه، الدهون الحيوانيه، تمام، زي مثلا من لحوم اكثرها مثلا لحمه الضاني اللي هي السمينه او اللحوم البيضاء بصفه عامه، تمام، نكثر من اكل السمك، الاكل المسلوق، تمام، بياض البيض، بلاش صفار البيض، كل ده بينزل الكوليسترول الدم ويرجعه لمعدلاته الطبيعيه. والنشاط الرياضي اهم حاجه، وان انا اظبط السكر بتاعي واظبط الضغط واعمل تشيك اب بتاعي واشوف وظائف الكلى وظائف الكبد، كل التحاليل دي ورسم القلب، كل التحاليل دي روتينيه. احنا عندنا في حاجه اللي اسمها سكريننج تيست، يعني في ناس لازم نعمل لهم فحص دوري للدهون اللي هم اكثر عرضه للدهون، اللي بيقول لك اللي هم عندهم تراخ مرضي في العيله لامراض القلب او اللي عندهم كسور في القلب واقل من 50 او تاريخ مرضي بمعنى اصح، او اللي ظهر عندهم اللي قلت حاجه كده في العين على حاجه زنثوما في الجلد دول تحت 40 سنه، تمام، الناس اللي هم عاده يعني وزنهم زياده شويه، اللي جالهم التهابات في الميكرياس قبل كده، اللي عندهم خمول في الغده الدرقيه بتلاقي عندهم الدهون عاليه جدا، وبيخشوا بعد كده في معضلات خطيره على القلب. ولكن طبعا يعني مش كل حاله مثلا تخش في غيبوبه في خمول الغده الدرقيه. هو اقول ده يعني انا افتكر في حاله عن قريب رسم القلب سليم وراجل كويس جدا، اقول له نعمل عمليه قلب مفتوح والكلام ده، لا لازم نتحرى الدقه ان انا اعمل رسم قلب اشوف الموجات الصوتيه. لو تعبت خالص بخش بالقسطره واتاكد ان الراجل ده فعلا محتاج دعامات او الى اخره. طب دكتور هنقف عند النقطه دي وناخد اتصال. استاذ صابر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا ضربات قلب سريعه. تمام. انت عمرك كام سنه؟ عندي 31 بس. 31 بتتعالج من اي حاجه؟ لا ولا اي حاجه خالص يا دكتور. تمام ماشي شكرا. الضغط بقى سد واطي. طب انت بتدخن؟ الضغط منخفض. ايه؟ لا ما باخدش حاجه خالص. خالص ولا بتاخد ادويه لاي مرض ولا اي حاجه؟ لا ما باخدش اي حاجه خالص. طيب الدكتور هيرد على حضرتك دلوقتي. شكرا يا استاذ صابر. طبعا حضرتك. لا شكرا يا فندم. ضربات القلب السريعه ديت في ناس كتير بتشتكي منها، وبعض الاحيان بتبقى طبيعيه وبعض الاحيان بيلاقي اعراض خطيره. هل ضربات القلب دي سريعه منتظمه ولا مش منتظمه؟ لو مش منتظمه في مكمن خطوره جامد اسمها ذبذب وزي النيه، ممكن تطلع له جلطات وتتعبه. ودي بنشخصها برسم القلب، ولو طلع فعلا رسم القلب فيه الذبذبه الاذينيه ديت بيبقى موضوع بقى تاني، بنعمله موجات صوتيه ونشوف لدهون الدم والعوامل الخطوره اللي هي سببت له مشكله في القلب. ده لو ضربات القلب مش منتظمه. طيب لو سريعه ومنتظمه ممكن الواحد لو جري ضربات قلبه تزيد بس تبقى منتظمه. انما لو مش منتظمه وبدا ينهج ويقع من اقل مسافه يبقى ده في مشكله في القلب. في مشكله في القلب. انما لو انسان رياضي وبيجري في التراك او بيلعب كوره او الى اخره وبيمارس اي رياضه بيتعبش، بيجري نص ساعه والساعه ضربات قلب تبقى سريعه عنده ولكن منتظمه. في حاجات مرضيه بالذات برضه ضربات القلب تبقى منتظمه زي الضغط. لا الضغط مش شرط. لو عالي او واطي ليه تاثير؟ لو واطي حضرتك ممكن يزود ضربات القلب شويه لانه مصحوب بانيميا
ولان ممكن تسبب ضربات القلب واسبابها كتيره بقى في سن بتاع 30 سنه ده وسن الشباب وفي البنات بالذات بحكم الدوره بحكم طبيعه الاكل والشرب بحكم اسلوب المعيشه بحكم الدوره الشهريه الحاجات دي كلها ممكن تسبب ضربات قلب ودايما يعني بشوف جدا فتيات في السن الصغير او سيدات دايما عندهم انيميا بيشتكوا من ضربات القلب بيشتكوا من ضربات القلب ابص لقى عندهم انيميا شد التهابات في المعده التهابات في المسالك البوليه دي كلها بتسبب ضربات قلب سريعه في عندنا حاله مرضيه مهمه جدا بنشوفها في السيدات والرجال اللي هي زياده نشاط الغده الدرقيه الغده بقى الغده لما تكون خامله بيرتفع معها الكوليسترول ولما يكون نشطه لا الكوليسترول ما بتاثرش ولكن بتاثر على القلب تزود ضربات القلب عشان كده دايما مرضى اللي هم مصابين بفرط نشاط الغده الدرقيه دايما بنديهم حاجات تقلل ضربات القلب لان في مجموعه منهم بيبقى عندهم ضربات قلب فعلا سريعه فبالنسبه للمتصل المفروض يعمل غده درقيه وارد في الحالات تحليل غده درقيه تحليل مثلا صوره دم كامله نشوف لو في نسبه انيميا لو في التهابات في المعده تمام هي يحلل دهون يا دكتور وكوليسترول ولا ما يحللش يعني هو اقول لحضرتك لو في عامل خطوره عنده لا مش مهم الدهون في الحاله ديت ولكن لو في عامل خطوره بنحلل بنبدا نحلل له كل سنه او كل خمس سنين في الحاله بتاعتي بحلل دهون كل خمس سنين لو في عامل خطوره ممكن نحلل له كل سنه ولكن يعني ضربات قلب سريعه بس يعني عاده بتبقى يعني هو تحليل غده درقيه بس مهم جدا ما هو انيميا بقى وممكن يعمل تحليل بول حضرتك يعني ممكن يعمل صوره دم كامله طبعا لو انيميا بتبين الانيميا لو انيميا برضو بيبقى ضربات قلب سريعه شويه او التهابات في المعده او في حصوات على المراره شفتها كتير جدا بيجوا ضربات قلب وخاصه في السيدات وصغار السن اكتشف ان في حصوات على المراره عامله لهم شويه نهجان والتهاب في المعده وضربات القلب زياده على طول ده خصوصا ان هو كمان يعني حتى بقول له انت مدخن او بتشرب اي حاجه فبيقول خالص طب بتعالج من حاجه يعني ما عندوش اي مرض بيشتكي منه او حتى بيدخن لو مدخن حضرتك ما التدخين هياثر على المعده اكيد وبالتالي هيسبب له نوع من انيميا وتصلب بيعمل ضيق تنفس وبيأثر على ضربات القلب والضغط ده قالب بقى اول حاجه لما بسال العيان عليها انت بتدخن ولا لا ده حقيقي لازم اخد تاريخ مرضي حلو قوي يعني اشوف هل بيتعالج من حاجه قبل كده هل مثلا لو عنده حمى برضه درجه الحراره من ضمن الحاجات اللي تعلي ضربات القلب بيتعمل حاجه اسمها الهايبر دايناميك سيركوليشن كل ده بيزود ضربات القلب ويبقى مش موضوع في القلب لان شفت حالات كتير جدا حقيقي محجوزه في بعض وتناول المخدرات كمان يا دكتور اكيد ده من ضمن زي التدخين واصعب طبعا زي التدخين انا شفت حالات كتيره محجوزه في بعض المستشفيات اللي انا بمر فيها مثلا لقيت انه كاتبين مثلا علاج قوي جدا للقلب في حين ضربات القلب منتظمه سريعه بس منتظمه في فرق لما يكون ذبذبه اذينيه ده يبقى في فعلا مشكله في القلب وضربات القلب السريعه ديت يعني بندي حاجات تقلل ضربات القلب بس لازم نشوف الاسباب الثانويه اللي هي ممكن ما لهاش علاقه بالقلب قوي يعني هو المفروض ان المريض ما ياخدش اي دواء من نفسه لما يرجع للدكتور ويعمل تحليل وتشيك اب عشان يعرف هو عنده ايه بالظبط بالظبط كده للاسف شفت ناس كتيره بياخدوا ادويه من غير استشاره الطبيب وتاثر بقى تعمل كل حاجه ما هم بياخدوا استشاره اصدقاء مع بعضهم كده انا خدت كذا وانا خدت كذا فده بيقولوا للاسف يعني ده حتى عندنا في حدود السكر والضغط كل واحد له علاج وكل مجموعه سنيه لها علاج طبعا وكل ناس بتاخد انسولين في ناس بتاخد تابلت في ناس بتاخد يعني مفيش حاجه ثابت مدى الحياه ابدا بالعكس يعني ادويه الضغط ممكن نغيرها من وقت للتاني ادويه السكر كان ماشي على اقراص مدى الحياه وفجاه ما ينفعش مشيناها على الانسولين لان الجسم بياخد مفعوله من الدواء ده لفتره معينه وبعد كده ما بيبقاش ليها تاثير على الجسم ما بيطلعش الانسولين خالص يعني محتاج ياخد انسولين من بره في ناس بتصر تقول لك لا انا ما هتحسن انا مش قادر خايف من الانسولين خايف من الانسولين طب والحل اصبح دلوقتي البنكرياس خلاص ما بيقدرش يطلع انسولين خالص بالظبط بقى في اعتلال كامل فيه لازم نضطر ناخد انسولين طبعا او في ادويه طلعت حديثه طبعا زي اللي هو جليبتينز والحاجات ديت ولكن برضو وزن ليميتس يبقى في حدود معينه فاذا ما فيش حد بياخد علاج مدى الحياه وما بيغيروش لا دايما بيعمل تشيك اب كل فتره عشان وكل فتره الدكتور بيغير العلاج بيغير حتى الجرعات او نوع العلاج نفسه الكشف والفحوصات والتحاليل اللي اتعملت طيب دكتور عايزين نعرف النسبة الطبيعية للكوليسترول تمام حضرتك احنا عندنا الكوليسترول الطبيعي فيه ما يزيدش عن 200 ده الطبيعي بتاع الانسان النورمال طبيعي 200 ملي بالديسيليتر تمام ان زاد من 200 ل 200 مثلا و30 يبقى بدا الانسان يخش في مرحله خطوره لو 400 لا ده 400 ده ياخد علاج فورا لو زاد من 200 ل 200 مثلا و30 بيشوف عامل خطوره بنقول له لايف ستايل وبتاع وكده ولو عنده عامل خطوره ضغط سكر قلب بضطر ايه امشيه على علاج الدهون فورا طب لو زاد مثلا عن 240 وصل بقى ل 400 ل 400 ده لازم ياخد علاج فوري ده ممكن يخش في جلطه في اي لحظه نبدا بقى نمشيه علاج لايف ستايل تمام واكل وشرب معين وممارسه رياضه ونبدا نمشيه على الحاجات اللي هي الفايبر ويعمل دايت بقى كمان والدايت الدايت طبعا اللي هو الاكل والشرب والرجيم والحاجات دي كلها طبعا مهمه طب ايه الاكل اللي ممكن ناكله تجنبا لان الكوليسترول يعلى
يعني اللي هي بتحافظ الاكل الصحي الاطعمه الصحيه اللي احنا ممكن ناكلها تحافظ على نسبه الكوليسترول الطبيعيه في جسم الانسان وايه الاطعمه اللي نتجنبها. انا عايز اقول برضو نسبه الدهون الثلاثيه الطبيعيه، احنا قلنا كوليسترول الدهون الثلاثيه الطبيعيه حضرتك ما تزيدش عن 150، لو بقى من 150 نحط 20 30 قدام اصبح برضو بمرحله خطر، لو زاد نسبه كبيره. طب لو زادت عن كده دكتور. لو زادت عن كده هنبدا نديله بقى العلاج ونبدا نشوف العوامل الثانيه اللي حواليها ونعالجها. طبعا بندي الاوميجا 3 بلس وحاجات كده كويسه، بننصح طبعا بالنسبه بقى للاكل بنصحه بالاكل اللي هو الاسماك عامه زي التونه والسردين، دي احنا غنيين بالاوميجا 3 بلس. بالنسبه للكوليسترول بقى بالنسبه للاكل والشرب المفروض الانسان ايه؟ الالياف الخضروات اللي هي الخضروات والفاكهه حلوين قوي، طبق السلطه على الاكل جميل جدا. تمام، بنبدا بعد كده نقول مثلا ايه اللحوم اللي ياكلها، قلنا اللحم يكون مسلوق، الفراخ مشوي جريل او المشوي ممنوع المقلي منعا باتا نهائي. بالظبط كده، اللحمه الحمراء مثلا اللي هي الضاني ده المفضل فيها لحمه الخروف. تمام، بس اللحمه الضاني دي سمينه يا دكتور. ما دي ممنوعه، دي ممنوعه. لا ممنوعه اللي هي لحمه الضاني ممنوعه. تمام، والكبد الكلاوي البط الوز الحاجات دي كلها، السجق البسطرمة، الحاجات دي كلها من الممنوعات. دي الممنوعات يعني دي من الاكلات اللي ممنوع اللي فيها كوليسترول عالي كويس جدا عاليه. تمام، وصفار البيض من ضمن الحاجات الممنوعه. تمام، نيجي بقى في بعض الاطعمه برضو اللي هي بتنزل بقى الكوليسترول وتحافظ عليه، بيقول لك الشوفان واللوبيا الرمان من ضمن الفواكه الحلوه قوي. تمام، ده اللي بينزل الدهون الثلاثيه والصفراء. يعني هي دي معظم الاكلات اللي احنا ممكن نقدر نستوعبها وناكلها اللي بقى تكون ايه تحافظ على مستوى الكوليسترول. طب دكتور انا عندي سؤال غريب شويه بس يعني هو برضه في اطار حلقتنا. طب لو الناس عندها كوليسترول قليل دي حضرتك ازاي نوصلها لنسبه الكوليسترول الطبيعيه للجسم؟ دي حضرتك حاله اسمها مال نيوتريشن، يعني ايه؟ بيبقى في عنده خلل في الامتصاص. تمام، بيبقى زي عنده جفاف. بنبدا بقى نقول له ايه يعني هي الحالات ديت، لان الدهون ديت ربنا جعلها لها فوائد كتيره جدا. تلعب دور طبعا في المحافظه على طبيعه الجسم والانزيمات والدفء الانسان والطاقه الحيويه اللي الانسان بيعيش بيها. فطبعا في الحالات اللي زي ديت بيبقى في عاده صعوبه في الامتصاص عنده. تمام، بندي بقى نحاول نخليه نشوف ايه السبب، هل مثلا عنده التهابات في القولون. طب في احنا هنقف عند النقطه دي نرجع نقول الاسباب بس ناخد اتصال. استاذه دعاء الو. ايوه يا فندم، اهلا بحضرتك. بس عايز اهلا بيكي، عايز اسال الدكتور على التحاليل اللي معايا. اتفضلي. انا نفس السؤال اللي كان من شويه، انا ضربات القلب بتاعتي انا وبصلي كده ايديا بتنبض جامد، يعني جسمي بحس ان هو كله بينبض من جوه جامد. جميل. وعملت رسم القلب طلع ما فيهوش حاجه، وعملت الايكو برضه ما فيهوش حاجه. عملت تحليل الغده طلعت التي 3 ما فيهاش ولا التي 4، بس التي اس اتش طالعه 7. طالعه 7، 7 ده يعني يبقى كده انت عندك نسبه خمول بسيطه قوي. ايوه ممكن تعملي اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه. ممكن تعملي اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه، نعم، وتشوفي بقى مستوى الكوليسترول والترايجلسيرايد الدهون هم برضه في الحالات اللي زي دهيت، وتعملي صوره دم كامله. وطالما عملت فندم بس ما فيش يا دكتور، ما هو عاده يعني الرقم ده هو دي يعني برضو ايه في شك شويه، فانت عشان تتاكدي بتعملي اشعه تلفزيونيه على الغده الدرقيه، وبعض الاحيان ده تخصص اللي هو بعد كده الجراح ممكن بياخد عينه حاجه، بس هي عاده ديت التي اس اتش عندك لو عالي يبقى الغده الدرقيه عندك خامله شويه. تتأكدي. معلش يا دكتور انا اروح لدكتور ايه؟ بطنه وغدد. بطنه وغدد. نعم بطنه. طب معلش هي القهوه الخضراء ممكن تزود ضربات القلب كده؟ القهوه الايه؟ الخضراء الكافيه يعني والحاجات دي. القهوه غير هي زي الشاي الاخضر، بس هي القهوه بقى قهوه خضراء. والله يعني اقول لحضرتك على حاجه، يعني هي عاده ممكن هي كده كده القهوه الدكتور بتعلي الضغط. بس الافراط في اي شيء مش كويس، انت ليكي كوبايه شاي وكوبايه قهوه والشاي الاخضر كويس. حتى القهوه الخضراء هي ليكي فنجان واحد بس. لكن لو الكبسولات فيها مثلا ماده الكافيه او ماده اللي هي بتاعت الجارسينيا والحاجات دي، هل مش حلوة. فعلا الكافيين والحاجات دي لا، هتزود ضربات القلب، هتزود ضربات القلب عندك. وبرده تشوفي المعده وتشوفي طبعا المراره وزنك اخباره ايه، كل الحاجات دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تزود ضربات القلب في معظم السيدات، يعني ممكن شويه انيميا، شويه التهابات في المسالك البوليه، نسبه حمى بسيطه، كل الحاجات دي ممكن تزود حراره تحتك بترتفع وانت مش واخده بالك. تمام، كل الحاجات دي ممكن تزود ضربات القلب عندك. ماشي يا دكتور، الف شكر. شكرا ليك يا استاذه دعاء. طيب دكتور عايزين نتكلم عن علاج الكوليسترول
اللي هو المنخفض عن المعدل الطبيعي بتاعه. هو المنخفض علاجه بيبقى سهل لحضرتك، الا اذا كان في بقى حالات مرضيه ثانيه بيبقى مصحوبه ايه حاجه اسمها المال نيوتريشن، ان الانسان ده مثلا عمل عمليات في الجهاز الهضمي اصبح طعامه بيمتصش، تمام؟ يعني احنا بصفه عامه بنبدا بقى نعكس بقى، نخليه ياكل اكل صحي متوازن، تمام؟ نبدا مثلا نقول له مثلا والله حاول تاكل كويس، حتى عندنا في الوجبات المفروض بناكل وجبات خفيفه وسريعه، يعني حتى في ارتفاع الدهون بنقول اربع خمس وجبات. طب الانسان لو عنده وزن قليل او دهون قليله عنده بنبدا نديله بقى في حاجه تحت السيطره السوبر فورم، لو الحاجات دي كلها بتزود الوزن شويه، بعيد طبعا عن الكورتيزون والحاجات اللي ملهاش لازمه خالص، تمام؟ فهي مبدئيا بتبقى حاجات بسيطه جدا، بنداره بنخليه ياكل الاكل الطبيعي بتاعه واكل كويس، لو في التهاب في المعده بنعالجه، التهابات في القولون بنعالجها، بس يعني ما فيش اكتر من كده بالنسبه يعني للعلاج اللي هي انخفاض الدهون. طيب هناخد اتصال يا دكتور. مدام منى، الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منورين الدنيا، ربنا يبارك فيكم يا رب. ده نورك، اتفضلي. لو سمحت انا عايزه اكلم الدكتور. اتفضلي معاكي الدكتور. انا كان عندي كوليسترول عالي والحمد لله ابتدى الحمد لله يعني بقى مظبوط، ودلوقتي عندي الدهون الثلاثيه العاليه. تمام. دي تتعالج ازاي؟ وانا بصراحه خايفه يعني منها، لان كل اللي يقول لي دي غلط عليكي جامد. اه طبعا. وانا بنقص وزني عشان خاطر ممكن يكون من الوزن، انا 80. طب طولك كام؟ طب انا طولي 161. اه يبقى انت زياده شويه، يعني رفع كده بنحسبها كده بالطريقه البسيطه، المفروض طبعا طولك يبقى 62 برضو في الحدود دهيه. طبعا هي حسبه معقده شويه بس ببساطه جديده، لو انت مثلا قست طولك ووزنك في اي مكان مثلا يبقى تعرفي كده ان انت وزنك كده زايد شويه، يعني زايد بتاع 20 كيلو، تمام؟ الدهون الثلاثيه مبدئيا تمنعي الاكل المقلي خالص، تمام؟ في عندنا بعض الاكلات الكويسه زي مثلا التونه، السردين في الاسماك، تمام؟ تبعدي عن الدهن الابيض بصفه عامه، تمام؟ اكل بتاعك يكون زي ما قلنا مسلوق ومشوي، تشيل الجلد بتاع الفراخ، تتمشى كل يوم نص ساعه، ما يفضلش بعد الاكل مباشره، لا تاخد راحتك ساعه ساعتين كده او المعده تكون يعني مش ممتلئه، تمام؟ دي من ضمن الحاجات اللي هي بتنزل الدهون الثلاثيه. بناخد حاجه اسمها الاوميجا 3 بلس اللي موجوده في الاسماك اللي قلنا عليها، تمام؟ بتبداي بقى تشوفي يعني ايه بعض الفحوصات الثانيه، تعملي وظائف الكلى، وظائف الكبد، تمام؟ برضو على اساس الدهون الثلاثيه ديت طبعا بتاثر على الوظائف الحاجات اللي زي دي. شكرا ليك يا استاذه منى. طيب دكتور، هل طبق السلطه اللي احنا بناكله فيه حاجه بتعلي الكوليسترول؟ نوع معين بيعلي الكوليسترول؟ لا بالعكس، اصل طبق السلطه ده معمول معظمه من الالياف الطبيعيه، بالعكس ده ينزل الكوليسترول. دايما بنصح انا طبق السلطه ده مع كل وجبه جميل جدا. يبقى يعني الطماطم، الخيار، الجزر، الجرجير، الخس، كل ده ملوش علاقه ان هو الكوليسترول يعني. فواكه، تمام؟ الفواكه بجميع انواعها او الخضروات بجميع انواعها في نسبه الياف عاليه تخلي الكوليسترول يرجع للمستوى الطبيعي او ما تعلوش او تخليه في الحدود الطبيعيه. طب دكتور هناخد اتصال. استاذه مروه، الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاكي. ايوه يا دكتور. اتفضل. ماشي يا دكتور، هو انا كنت عملت اشعه كده تلفزيونيه. ايوه. وبعد كده الدكتور بتاع الاشعه قال لي ان انا عندي بقره في الطحان. بقره في الطحان. بقره في الطحان. مش في الكبد يعني؟ مش في الكبد؟ انا معرفش هو الطحان ده ايه بقى. لا اتاكدي في الطحال. ايوه اتاكدي. أيوة. يعني احنا البقرات اللي بنهتم بيها اول اللي عندنا في علم البطنه بتبقى في الكبد، ودي بتبقى علامه خطر جدا، لان احنا بنشوف فيروس سي، فيروس بي، تمام؟ وهو ممكن نعمل اشعه مقطعيه، تمام؟ او ناخد عينه من الكبد، تمام؟ يعني اتاكدي كده من الاشعه التلفزيونيه. الطحال بيتضخم سنويا للكبد، فبتشوف الاشعه التلفزيونيه كويس او بتعيديها، تمام؟ او بتعملي اشعه مقطعيه وبتعملي التحليل اللازمه اللي هي وظائف الكبد. هو حضرتك قال لي ده بقره في الطحال. هو قال لها بقره في الطحال. عندنا في حاجات معينه بتاثر على الطحال، اللي هي مثلا الحمى الملطيه تعمل تضخم في الطحال، البلهارسيا بتعمل تضخم، لو في اي اعتلال في الكبد، تمام؟ بيسبب بعض الاحيان تضخم في الطحال، فحضرتك الاشعاعات بتاعتك لازم تتشاف ولازم نشوفك. شكرا ليك يا مدام مارو. طب دكتور، ايه المشروبات اللي ممكن ناخدها عشان نحافظ برضو على المعدل الطبيعي للكوليسترول والدهون الثلاثيه؟ يعني هو حضرتك زي ما قلنا ممكن عصير الرمان، تمام؟ المشروبات بتاعتنا مثلا العصير الطبيعيه، مشروب العصير الطبيعي. ايوه اللي هو ايه مثلا؟ مانجا، برتقان، يعني فراوله، الحاجات اللي هي الحاجات دي حلوه.
ما تعليش الكوليسترول، لا اي لا نوع لا لا عصير طبيعي ما تعليش الكوليسترول. يعني المانجا ممكن فيها نسبه املاح شويه بس بعيد عن الكوليسترول. تمام. التفاح عندنا مثل حلو قوي، مثل انجليزي بيقول ايه، وان ابل ادي كيبس الدكتور قوي. يعني ايه؟ تفاحه واحده في اليوم ما تخليش الواحد يروح للدكتور ابدا. اصبح التفاح من احسن انواع الفواكه. بس بقى ليه فوائد يا دكتور؟ طبعا طبعا بيحافظ على صحه الجسم كله والشرايين، بس الافراط وكل واشربه ولا تسرفه. يعني شوف بيقولوا ايه، تفاحه واحده في اليوم. الاسراف في اي حاجه مش مطلوب. فانا لما يكون عندي طبق فاكهه متوازن، الموز حلو جدا ضمن الحاجات اللي فيه بوتاسيوم عاليه وتنزل ضغط الدم، وبالتالي بتساعد على صحه الشرايين برضه، تلعب دور في الحاجات دهيت. فاحنا عندنا لما يكون الانسان اكله متوازن واللي يهتم بالفواكه بالذات الطبيعيه، تمام، بس اهم حاجه مش مهرمانه طبعا تنتصر شويه. تمام. ودي كارثه كبيره طبعا للاسف. يعني زمان ما كانش فيه الامراض دي كلها منتشره. السرطانات انتشرت دلوقتي، الضغط والسكر بيجي للناس الصغيرين والاطفال. كل دي بسبب ايه؟ طبيعه الاكل والشرب والهرمونات للاسف اللي الناس بدا يدخلوها في الحاجه عشان تكبر بسرعه. بالزبط. عشان الهرمونات اللي بتترش كمان على كل الخضروات والفاكهه اللي احنا بناكلها، ما دي بتاثر على جسمنا. ربنا طبعا ربنا يحاسبهم اكيد. المفروض يبقى في رقابه على الحاجات ديت. المفروض فعلا انا بشوف دلوقتي سبحان الله برتقاله بتبقى قد كده، ده في ناس ماتت من البطيخ. لا وكمان يا دكتور ده في كمان فواكه وخضروات بتيجي في مش في الموسم بتاعها. بالظبط حضرتك. يعني احنا ليه ما بنخليش الحياه السمير تمشي طبيعيه، ان هو ده ليه موسم يطلع فيه وده ليه موسم. لازم ليه بعمل كده؟ لازم على الحاجات دهيه. بالظبط. لان حتى طعمهم ما بقاش حلو للاسف. وتلاقي التفاحه مثلا تبص عليها من جوه تلاقيها قد كده اهو وشكلها مره حلو ملهاش طعم خالص. ملهاش طعم، هي منظر بس. وحطيتيها في الثلاجه بتبص خلال يوم ولا اتنين. بالظبط. للاسف يعني. طب هناخد اتصال يا دكتور. استاذ جمعه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل الدكتور معاك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا عندي كوليسترول عالي والضغط عالي. كوليسترول والضغط. تمام. كوليسترول والضغط. انت عمرك كام سنه؟ الاكل اللي ما يضرش الكوليسترول مناسب للكوليسترول ايه اللي اخده، والاكل الضار للكوليسترول. طب استاذ جمعه انت سن حضرتك كام سنه؟ 60. سنك كام سنة؟ عمرك كام؟ 34. وعندك ضغط في السن ده، في وراثة عندك؟ هل الضغط ده كان وراثة في العيلة؟ والدي عنده الضغط. تمام تمام. طيب طبعا موضوع مهم جدا اللي هو ضغط الدم الثانوي عادة. وممكن ما يكونش وراثة. شكرا ليك يا استاذ جمعة. هو طبعا الوراثة في الضغط دي بالدرجة الأولى. تمام. ولكن السن الصغير ده عندنا قاعدة بالنسبة لضغط الدم، يقول لك أي حالة ضغط دم أقل من 40 سنة لازم نعمله فحوصات شامله. انا مريض الضغط يا دكتور. لا الف سلامه عليك. مريض الضغط واطي. بالظبط كده. سوري يعني. لا الضغط الواطي ده في معظم السيدات زي ما فكرت في اول الحلقه بيبقى طبيعي، في السيدات معظمهم ما فيش اماكن خطوره قوي، احنا نخاف لو الضغط عالي. الضغط المنخفض ده هي طبيعه الست عندنا المصريه. بيبقى دايما ضغطها منخفض شويه. من كتر ما بتكتم يا دكتور. وبعد بقى يعني بعد كده بعد انقطاع الدوره والى اخره بتلاقي الدوره بتساهم في الموضوع ده. لو شويه التهابات في المعده، قاعده مثلا بتشتغل شغل صعبه او قاعده في البيت، يعني والله في الصيف بتاع السيده المصريه عرضه في بعض الاحيان او معظم الاحيان لانخفاض الضغط. وبسبب طبيعه الاكل والشرب والوراثه تبقى عرضه لارتفاع ضغط الدم والهرمونات. فطبعا بالنسبه للمتصل بيقول ان في ضغط عنده 34 سنه. لازم نعمل له فحوصات شامله. من ضمن الاسباب الثانويه لارتفاع ضغط الدم هو الكوليسترول اللي هو بيتكلم عنه، فلازم يظبط الكوليسترول بتاعه بالاكل. بالاكل والشرب. وانه برضه يروح لدكتور بالظبط كده حضرتك. ده هو يعني دايما بقول للناس علاجكم معاكم. بيجي لي مريض يقول لي انا قولون تعبان وعندي كوليسترول، وابص الاقي كل يوم بياكل لحمه واللحمه والحاجات السبايسي والمسبكات والتدخين والفاست فود. طب ازاي يعني انت عايز تتعالج وعمال تدخن وعمال تاكل اصل مش قادر؟ خلاص مش قادر، مفيش داعي للعلاج طالما انت مش قادر. طب هناخد اخر اتصال معانا يا دكتور. ام يوسف. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ الحمد لله. ممكن اسال الدكتور سؤال لو سمحتي؟ اتفضلي دكتور سعيد معاكي. معاكي. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. لو سمحت يا دكتور، انا الودان عندي فيها الم شديد. ف من كتر الالم فبيجيني صداع. فين حضرتك الالم بتقولي؟ في ودانك؟ من كتر الالم بيجيني صداع. اتفضلي. تمام. فالصداع ده من الاذن ولا ايه يعني بالظبط؟ لا بالنسبه بقى لانواع الصداع ده اسبابه كتيره جدا. يعني انا احب اكلمك عن انواع الصداع بالنسبه لنا في علم البطنه.
اول سبب للصداع هو ضغط الدم، يبقى لازم تتاكدي من ضغط الدم بتاعك. تمام؟ انا الانيميا، التهابات المعده، لو في حصوات في المراره، كل الحاجات دي بتغير جسمك وممكن تصابي بالصداع. اسباب الصداع ممكن حاجات في الاذن فعلا، حاجات في الجيوب الانفيه، حاجات في الاسنان، حاجات في العيون، دي كلها اسباب للصداع. انخفاض ضغط الدم والارتفاع من اشهر الاسباب واخطرهم، خاصه نعم. الارتفاع اللي هو قطر الصمت اللي يسبب الصداع. فانت حضرتك انا عملت الو. طب شكرا لك يا ام يوسف، الخط قطع. طيب دكتور سريعا كده نصيحه للساده المشاهدين للكوليسترول دون الثلاثي. تمام. سريعا حضرتك، احنا دلوقتي في فصل الشتاء، يا رب ان شاء الله يعدي على خير وسلام يا رب يا رب على الجميع. اياكم والكسل، ممارسه النشاط الرياضي مهم جدا، اللي هي التمشيه على الاقل كل يوم نص ساعه، نحافظ على اكلنا وشربنا واللايف ستايل بتاعنا، نعمل فحوصاتنا الدوريه زي ما قلنا، الناس اللي هم من 45 لفوق ل 65 المفروض يعملوا تحليل الدهون الثلاثيه والكوليسترول كل سنه، واللي اقل من كده يعملوا كل 5 سنين، والاطفال برضه اصبح برضه مطلوبهم في بعض الاحيان. فنتوخى الحذر من ارتفاع دهون الدم اللي هي اصبح دلوقتي مكمن الخطوره وعامل خطوره المسببه لمعظم الامراض، وخاصة الأمراض القلب وأمراض المخ اللي هي السكتات القلبية والدماغية. وأنا بأيد كلامك يا دكتور، وبشكرك جدا على الحديث الشيق النهارده، ونورتنا وشرفتنا في قناة الصحة والجمال. بشكرك دكتور سعيد عبد الرحمن جحا، استشاري البطنة والقلب والقلب، عضو الجمعية العربية للسكر، وعضو الجمعية المصرية لضغط الدم. شكرا ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، شكرا لكل زملائي في الكنترول والاستوديو، بشكر مخرجنا الجميل محمد الشاهد، وأشكركم وأشوفكم على خير.